ادي عندنا دي طبعا بتبقى كلها خلايا، ديت عندنا مسرقة، زهرية أو اللي هي الدورزل، ميزنتري، تمام. وأدي عندنا المسرقة البطنية، أسفل اللي هي دي، أو اللي هي الفنترال ميزنتري، تمام، اللي هي الجزء اللي هنا ده، دول الحتة دي والحتة دي كده. طيب هلاقي تاني، هلاقي عندنا الجزء من الجهاز العصبي اللي هو الحبل العصبي النيرف كورد، ده بيكون مكانه هنا كده، ده الحبل العصبي او النيرف كورد. هلاقي كمان جزء من الجهاز الاخراجي اللي هي المتمثل في النفريديم، بتبقى عندنا واحدة فيهم هنا كده، وبرضو زيها واحدة هنا، بنعمل فيها خلايا بسيطة خالص، نفريديا، نفريدا او نفريديم، واحدة اهي واحدة اهي. هلاقي كمان جزء من الجهاز التناسلي، وده بيبقى موجود هنا في هيئة أوفا أو هيئة بويضات، بتكون موجودة هنا كده في قلب السيلم. دي اللي هي بيض أو بويضات أو بقول عليه الأوفا. طيب هلاقي بقى عندنا طبقة من الخلايا الطلائية السيلومية الجسمية، ديت بتبقى تحيط او بتحيط بالسيلم والبويضات هنا كده بالجزء ده، وبتبقى خارجة من المسارقة الظهرية ومتصلة بيه كمان من ناحية تانية بالمسارقة البطنية، اللي هي طبقة عاملة كده. اهي الناحية دي، وكذلك برضو من الناحية دي، دي اللي هي طبقة من الخلايا بتكون طلائية سيلومية جسمية، أو بقول عليها سيلومك إبسيليم. بقول عليها سوماتيك. طيب بالنسبة بقى للجزء ده اللي هو هنا او الجزء دوت، في اللي هو البارابوديا بتاعه النيرس، بتبقى عباره عن ايه البارابوديا بتاعه النيرس، بتبقى عن عباره عن قدم عامله كده، الشكل ده كده،
تمام. و دي بقول عليها نظيرة الأرجل، بيبقى في هنا كده خارج منها المنظر ده، دي اللي هي الجزء ده كده بقول عليه نظيرة الرجل او بقول عليه البارابوديوم. وفي هنا واحدة وفي هنا الناحية التانية واحدة زيها بالظبط، يعني دي في زي هنا جزء هنا بالظبط، بس عشان احنا هنا كاتبين البيانات مش مرسوم، لكن دي هنا زيها هنا بالظبط تمام. ودي زي ما قلنا خلايا، دي برضو مجموعة من العضلات الطولية اللي انا برسمها هنا دي تمام كده، ودي العضلات اللي هي الايه المنحرفة اهو، ودي زي ما قلنا النيفريديم، وده الاوفم او البيض، وده هنا السيلم اهو. اتمنى يكون واضح وسهل.